بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 57 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذا اللقاء إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى أخواتنا المستمعات، تقول تا واو ميم. أختنا عرضنا لها بعض القضايا في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء تقول: إذا كنت قد اغتبت أحدا فماذا علي أن أفعل؟ وعندما أقترف ذنبا واستغفرت الله وتبت إليه وأقلعت وندمت، فكيف أعرف أن الله غفر لي ذلك الذنب جزاكم الله خيرا؟ إذا حصل منك مظلمة لأحد في غيبة أو نميمة أو غير ذلك من الإساءة إلى الآخرين بقول أو فعل، فإن عليك التوبة إلى الله والاستغفار، ثم عليك برد المظلمة على صاحبها إن كانت مالا أو حقا من الحقوق، أو طلب المسامحة منه إن كانت في عرض، إلا أن تخشي فتنة أكبر ومضرة أكبر. فإنه يكفي مع التوبة الثناء على ذلك الشخص في المجالس التي حصل منك إساءة إليه في حقه، بأن تثني عليه وتمدحيه، وكذلك بالدعاء له، كثرة الدعاء له لعله يعوض ما حصل منك من الإساءة إليه. وأما بالنسبة لمعرفة هل الله سبحانه وتعالى غفر لك، فهذا لا يعلمه إلا الله، ولكن عليك ببذل السبب وهو الاستغفار والتوبة ورد المظالم إلى أهلها وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا وعد التوبة والمغفرة لمن تاب إليه واستغفره، وهو سبحانه وتعالى لا يخلف وعده. عليك بحسن الظن بالله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تسأل أختنا وتقول: عندما تشكي لي صديقة من زوجها وما يفعله بها، علما بأنها صادقة فيما تقول، ودوري أنا يقتصر على الاستماع وتصبيرها بكلمات طيبات، هل نحن آثمتان في الحال ذلكم جزاكم الله خيرا؟ أنت أحسنت في أنك تحثينها على الصبر والاحتساب وعدم التعجل في الأمر مع زوجها، أنت محسنة في هذا. وأما هي الأفضل لها أن لا تبيح في هذا الأمر إلى أحد، وأن تكتم هذا الأمر وأن تصبر عليه، إلا إذا كان هذا الذي تذكر له هذا الحال بينها وبين زوجها له قدرة على التأثير على الزوج في إصلاحه ومنعه من الإساءة فلا بأس. أما إذا كان هذا الغير ليس له قدرة ولا تأثير، لا داعي بذكر ما ينالك من زوجك عنده. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة مطولة من 3 صفحات من القطع الكبير. باعث الرسالة مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف ألف قاف باء، أبو نعيم من الرياض. ملخص ما في هذه الصفحات 3 يقول: عندي زوجتان، أولاهما بلغت من العمر 35 سنة، والثانية في 24 من عمرها، فصارت الأولى تحدث مشكلات في البيت دائما لأسباب معينة، ويذكر تلك الأسباب، حتى إن الأولى كما يقول تريد أن تكون الثانية خادمة لها ولزوجها ولبيتها ولأولادها. وحينئذ يستشيركم شيخ صالح في الأمر جزاكم الله خيرا، هل يقسم الأسبوع بين الاثنتين أو يضع كل واحدة في منزل مستقل، وما هو توجيهكم يحفظكم الله؟ الأمر راجع إليه في هذا، يعمل الأصلح في سياسة
زوجاته، وعليه أن يقوم بما أوجب الله عليه من حقوقهن، بأن يعدل بينهن القسمة والمبيت والكسوة والنفقة والمسكن، ولا يحيف مع واحدة منهن. فإذا قام بما أوجب الله عليه من ذلك فإن الله سبحانه وتعالى سيصلح شأنه. أنا أخشى أن يكون هذا النزاع بينهن أو بينهن معه ناشئا عن تقصير منه أو عن إساءة منه في حقهن أو حق بعضهن، فعليه أن يصلح ما بجانبه، وإذا أصلح ما بجانبه فحري أن الله سبحانه وتعالى ييسر الأمر ويرفع هذا النزاع. أما قضية هل يفرد كل واحدة منهن ببيت، نعم، إذا كان في هذا حل المشكلة فإنه يعمل هذا العمل ويضع كل واحدة منهن في بيت، بل هذا هو الأصل. الأصل أن كل واحدة يجب لها سكنة خاصة بها ومستقلة عن الأخرى، وإنما يجمعهن في مسكن واحد إذا رضينا بذلك صلحت الحال بينهن. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الرجال يسيء إلى رخصة التعدد بسوء تصرفاته شيخ صالح، فهو إما يميل إلى تلك ويترك الأولى، أو يميل إلى الأولى ويترك الثانية حيث لم تكن كما يتوقع، وحينئذ يبدأ الناس يتحدثون عن التعدد وعن مساوئ التعدد. هل من كلمة شيخ صالح؟ لا شك أن الله سبحانه وتعالى وضع ضوابط للتعدد، لو طبقت هذه الضوابط لم يحصل مشكلات. قال الله سبحانه وتعالى: أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. الله إنما أباح التعدد بشرط العدل بين الزوجات، وإذا حصل العدل حصل الوفاق، صلحت الأحوال. والعدل هو فيما يملك الإنسان العدل فيه، وهو العدل في النفقة والعدل في المسكن والعدل في الكسوة والعدل في المبيت، لئلا يفضل واحدة على الأخرى، بل يعطي كل واحدة حقها من هذه الأمور بالتساوي. فإذا فعل ذلك فإنه تصلح أموره بإذن الله. أما العدل في المحبة هذا لا يستطيعه الإنسان، لا يستطيع الإنسان أن يحب زوجاته على حد سواء، لأن هذا من عمل القلوب، ولا يملك القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. لكن لا يحمله حبه لواحدة أكثر من غيرها أن يحيف معها وأن يجور في حق الأخريات، بل عليه بالعدل في من يحبها كثيرا وفي من هي دون ذلك، عليه بالعدل في ذلك، وبذلك تستقيم أموره. أما ما يفعله بعض الناس من الجور ومن الظلم للزوجات ومن الإساءة إليهن والميل مع من يحبها أكثر، فهذا لا يجوز. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. فطوبة له وفضيحة له يوم القيامة. فالواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحترم هؤلاء النسوة التي جعل الله عصمتهن في يده وهو راع عليهن، فلا يسيء إلى واحدة منهن، ولا يحيف مع واحدة ويميل عن الأخرى ويجحف في حقها. الواجب عليه العدل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع يقول: محمد المقبل من الرياض. الأخ محمد يعرض لقضية، يقول: أود إحاطة فضيلتكم إلى موضوع هام، ألا وهو ما أراه في كل عام في شهر رمضان المبارك عندما أذهب لأداء العمرة وقضاء بعض الأيام هناك، حيث أنني أرى كثيرا من النساء هداهن الله يحرصن على أداء كل الصلوات المفروضة في المسجد الحرام، مما يعرض هن لمضايقة الرجال في الطرقات وعند الدخول والخروج من الحرم، وهذا الأمر خلاف الشرع كما يقول، حيث أنه حسب علمي أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، ولكن كثيرا ما تناقش هذه القضايا من بعض النساء فتقول بأن صلاتها في الحرم تعادل 100,000 صلاة، ولا تريد أن تخسر هذا الفضل العظيم خلافا لصلاتها في الشقة. أرجو من فضيلتكم توضيح هذا الموضوع، وهل تقترحون حلولا معينة حتى يسلم النساء من الاختلاط والمزاحمة مع الرجال، جزاكم الله خيرا. لا شك أن المزاحمة فيها خطورة وفيها فتنة، وقد يحصل فيها من الآثام أكثر مما يحصل من الأجر في العمرة وفي صلاة المسجد الحرام.
قد يكون الإثم أكثر إذا حصل فتنة أو حصلت مزاحمة وشرور بين الرجال والنساء. لا شك أن العمرة مستحبة ليست واجبة. إذا ترتب على العمرة المستحبة ارتكاب محرمات وارتكاب آثام فإن العمرة لا تجوز في هذه الحالة، لأن المضرة أكثر والخسارة أكثر من الربح. أيضا قولها أو قول السائل عن بعض النساء إن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، هذا نعم هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ليس خاصا بالمسجد الحرام الذي حول الكعبة، وإنما هو عام في كل الحرم، عام في كل الحرم ولله الحمد. الصلاة في الحرم تحصل فيه هذه المضاعفة الكثيرة، والمرأة مأمورة أن تصلي في بيتها في الحرم وفي غيره، صلاتها في بيتها أفضل لها ابتعادا عن الفتنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. هذا عام في مكة وفي غيرها، فبيت المرأة خير لها، والأجر الذي يحصل لها بخروجها في الصلاة في الحرم يحصل لها بالصلاة في شقتها لأنها في داخل الحرم، ولأن صلاتها في شقتها وفي منزلها فيه ستر لها وحفظ لها وسلامة من الآثام ومن المخاطرات. أيضا تخصيص رمضان بالعمرة إقبال الناس عليه كأنه حج، كأنه موسم حج، هذا مما يسبب الزحام ويسبب الفتن ويسبب تسيب النساء والأولاد في الشوارع ليلا ونهارا وضياعهم وعدم إشراف وليهم عليهم، وهذه فتن ومحاذير. والعمرة ولله الحمد مشروعة في كل السنة، ليست خاصة في رمضان، مشروعة في كل الأشهر وفي كل السنة، فيتحين الإنسان الأوقات التي ليس فيها زحام إذا كان سيذهب معه بنساء، يتحين الأوقات التي ليس فيها زحام ولو لم تكن في رمضان، ويحصل له الأجر والثواب إن شاء الله. الحاصل أن العمرة في رمضان مستحبة وفيها فضل، ولكن إذا ترتب عليها آثام ترتب عليها فتن فإن تركها أفضل من فعلها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يريد بعض الحلول كتخصيص أبواب معينة لدخول النساء، وتخصيص جزء من المسجد الحرام والمسجد النبوي ليبقى فيه النساء دون أن يختلطن بالرجال، وهكذا شيخ صالح. كل هذا موجود ولله الحمد، الحمد لله. خصص للنساء أمكنة في المسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي، وخصص لهن مداخل خاصة بهن، ولكن الشأن في الانضباط، الله المستعان، وحرص الإنسان على السلامة، هذا هو الشأن، لأن بعض الناس لا يبالي فتضيع المسؤولية حينئذ. نعم، الله المستعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من أحد الإخوة يقول: أنا شاب مصري مقيم في أبها، وأسأل ما هو الحكم في بعض الناس الذين يقولون عند الانتهاء من الصلاة حرما أو تقبل الله، وعند الوضوء يقول بعض الناس زمزم، جزاكم الله خيرا. كل هذا لا أصل له، ولا يقال شيء بعد الوضوء ولا بعد الصلاة ولا بعد أي عبادة، وإنما يحصل المشروع ذكر الله سبحانه وتعالى بالأذكار الواردة في تلك المواضع. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من الجمهورية العربية السورية، وباعثتها إحدى أخواتنا من هناك، تقول عائشة العيسى. أختنا تسأل وتقول: إنني أصوم رمضان وأتبعه 6 من شوال، لكني أفطر في رمضان أياما معدودة ولا أوفي ذلك إلا بعد شهر شوال، هل يجوز ذلك؟ نعم. تقول: إني أصوم رمضان وأتبعه 6 من شوال، لكني أفطر في رمضان أياما معدودة ولا أوفيه إلا بعد شهر شوال، هل يجوز ذلك؟ الأفضل والأكمل والأحوط في من عليه قضاء من رمضان أن يبدأ به قبل صيام 6 من شوال، ليتحقق فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. فإذا صام القضاء وأكمل رمضان فإنه وصام بعده 6 من شوال فإنه ينطبق عليه هذا الحديث ويرجى له هذا الثواب وهذا الأجر. أما من كان عليه قضاء وصام 6 قبل القضاء فإنه لا ينطبق عليه مدلول الحديث فيما يظهر، الله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: إنني أسكن بعيدا عن المسجد، وسمعت أنه لا تجوز صلاة الظهر في يوم الجمعة على وقتها إلا بعد خروج الناس من المساجد، وجهوني جزاكم الله خيرا. هذا الذي سمعته غير صحيح، يجوز للمرأة أن تصلي إذا سمعت النداء، إذا سمعت النداء لصلاة الظهر أو لصلاة الجمعة جاز لها أن تصلي الظهر ولو لم يصلي الرجال ولو لم
لم يخرجوا من المساجد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل من المفروض اتباع مذهب من المذاهب، وأي المذاهب أفضل جزاكم الله خيرا؟ الواجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والعمل بما جاء عنه، فمن كان يستطيع معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والفقه فيه إنه يجب عليه ذلك، ولا يجوز له أن يقلد أحدا، وهذا إنما ينطبق على العلماء المجتهدين الذين يتصفون بشروط الاجتهاد المعروف. أما من كان عاجزا عن الاجتهاد وعاجزا عن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لكونه عاميا أو مبتدئا في طلب العلم، فهذا يقلد من يثق بدينه وعلمه من أهل العلم، وذلك لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمذاهب الأربعة ولله الحمد كلها مذاهب سنية وكلها مذاهب صحيحة في الجملة ومبنية على قواعد صحيحة ومستنبطة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من ذلك أن يكون كل ما جاء في المذهب يكون صحيحا، قد يكون هناك أخطاء في الاجتهاد، ولكن هي في الجملة ولله الحمد مذاهب صحيحة. بأيها اقتديت أو قلت جاز ذلك، كالمذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي، لكن كما ذكرنا إنما هذا في حق العاجز عن الاجتهاد ومعرفة الدليل من العامة أو من المبتدئين في طلب العلم، إنهم يسألون ويأخذون بالجواب الذي يقال لهم من قبل أهل العلم، لأن الله أمرهم بذلك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يأمر هم بذلك إلا لأجل أن يعملوا بما يقال لهم وبما يفتون به. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم ميم ميم، ويقيم في المملكة. له قضية يقول فيها أنا مواطن مصري، ولكن إن شاء الله أن أعمل ببلدي الثاني المملكة العربية السعودية تاركا عملي بمصر، ولي أم كبيرة في السن يجلس معها أصغر إخوتي وهو وزوجته في نفس بيت العائلة ليقوم برعايتها، وبقية إخوتي كل في عمله مع زوجته وأولاده بعيدا عن البلد التي نقيم فيها وتقيم فيها أمي. ولكن للأسف الشديد في الفترة الأخيرة عندما قمت بإجازتي إلى مصر وجدت أمي في حالة سيئة جدا للغاية، الأمر الذي أدى إلى أن أنادي إخوتي البنات للقيام برعايتها وإبعاد زوجة أخي التي والله أعلم كانت تسيء معاملتها في غيابنا. فما موقفي أنا تجاه أمي؟ هل أنا مذنب تجاهها لما تركتها وهي على تلك الحالة؟ وهل توجهوني بأمر آخر جزاكم الله خيرا؟ نعم، يجب عليك العناية بأمك والقيام بمصالحها وما تحتاج إليه، لأن الله سبحانه وتعالى أمرك بذلك، قال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يجب عليك القيام بحقوق أمك والعناية بها وخدمتها، وإن كان هناك من ينوب عنك من زوجتك أو بناتك أو أولادك الحاضرين أو إخوتك، فإن المقصود يحصل بذلك ولو لم تحضر أنت. وإذا لم يكن هناك من يقوم بشأنها فإنك تبقى عندها وتطلب الرزق في بلدك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويجب على كل واحد من إخوانك مثل ما يجب عليك، لأن الحق واجب على الجميع، ولكن إذا لم يقوموا بواجبهم فإنك أنت تقوم بواجبك، ويكون الأجر لك والثواب لك لذلك عند الله سبحانه وتعالى، وهذه غبطة لك وخير اختصك الله تعالى به. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول اشتريت قطعة أرض قبل 12 عاما، وذلك من أجل إقامة مشروع عليها، ولكن لم يتم أي شيء من هذا كله حتى الآن، وللعلم زادت قيمة الأرض، هل على هذه الأرض زكاة؟ وكيف تدفع؟ ومتى تدفع؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت ناويا هذه الأرض للسكنة أو للاستثمار فليس فيها زكاة، إنما تجب فيها الزكاة إذا نويتها للبيع، عرضتها للبيع،
فإنها تصبح سلعة وعرض لعروض التجارة تجب فيها الزكاة كل سنة كما تجب في عروض التجارة. هذا إذا نويتها للبيع وعرضتها للبيع. أما إذا كنت كما ذكرت في السؤال نويتها للبناء عليها لأجل السكنة أو لأجل الاستثمار فهذه ليس فيها زكاة لأنها لم تعد للتجارة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة المستمعين يورد حديثا يقول إنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غرب النكاح فهل علي شيء لو قربته؟ هذا الحديث لا أصل له عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا مانع أن الإنسان يتزوج من أقاربه، لا مانع أن يتزوج من أقاربه من بنات عمه أو من بنات عماته أو بنات خالاته أو من سائر أقاربه الذين يباح له تزوج منهم، ولا مانع من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة من ابن عمه علي بن أبي طالب، وكذلك تزوج الصحابة من أقاربهم، ليس في ذلك شيء إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم من صلى بعد طلوع الشمس؟ صلاة الفريضة لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد طلوع الشمس إلا لمن غلبه النوم بدون اختياره، فإنه يصلي إذا استيقظ متى ما استيقظ، لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا في حق من غلبه النوم في بعض الأحيان. أما من يعتاد النوم ولا يحاسب نفسه القيام لصلاة الفجر وإنما يكون من عادته أنه ينام ويصلي متى ما استيقظ، فهذا لا يجوز له هذا العمل ولا تصح صلاته لأنه تعمد إخراجها عن وقتها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائل لكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.